بيانفوني مرحبا بكم مع هانس كل ما زلنا ان شاء الله نكمل البارتي نتاع سيسيانا سيكوريتي يوتوس كي سيسيانا اتسيتيرا. دونك البارتي نتاع اليوم سي اون بارتي تري تري امبورطون، بارتي مهمه على الاخر. على الاخر البارتي نتاع اليوم عمرك ما تشتريها في فاك، عمرك ما تكون مش تكون تعرضت لها في فاك، ما قريتهاش في فاك مهما كانت الفاك اللي كنت فيها، عمرك ما تكون قريتها في كور اوفيسيال. معناها البارتي نتاع اليوم سي اون بارتي تبني عليها حياتك. اذا كنت انت انجينير سيكوريتي، اذا كنت انجينير ريزو، اذا كنت عامل ماستر سيكوريتي اذا انفورماتي، كان انجينير عامل ريزو تيليكومونيكاسيون، نهار اخر لازم باش تعرضك، لازم باش تلقاها في حياتك في خدمتك، باش تصلح لك في الباركور بروفيسيونيل بتاعك. باش نحكيو اليوم على بارتي تري 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 امبورطون هي لي فيلان. باش نحكيو اليوم على ثلاثه حوايج مهمين على الاخر. اول حاجه لي فيلان، ثاني حاجه الفيرتوال ترانكينج بروتوكول، ثالث حاجه سميوها الراوتينج between VLAN. Routing between VLAN هذوما ثلاثة البارتي لي تري 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 امبورطون. علاش؟ كنت نجم نتعدى كيما عملت مع سبانينغ تري، نجم نتعدى ديريكت ونبدا نحكي ديريكت في ليزاتاك على سبانينغ تري اللي هو موجود جينيرالمون في الشابيتر تاع سي سي ان سيكوريتي. مي نتعداو كيما العادة، نعملو باغ اكزومبل ليزاتاك على لي فيلان، مثلا اتاك فيلان هوبينغ، اتاك فيلان دبل انكابسوليشن بيان دبل تاجينغ، نتاكيو البروتوكول 802.1Q. مي اول ما باش نبدا نخدم كيما العادة باش نبدا نحكي هاو نتاكي الفيلان هذا، ومن الفيلان هذا نتعدى ناتي فيلان، ناتي فيلان نتعدى. فما برشا مش يفهموا ومهمش فاهمينش معناها فيلان، معناها خاطر جينيرالمون عندهم حق ما قراوهاش ما شافوهاش ما تعداوش بها. دونك قلت نحكي على فيلان ساعة كيما عملت مع سبانينغ تري، حكيت على سبانينغ تري، من بعد نحكي على ليزاتاك تاع سبانينغ تري. اليوم باش نحكي على فيلان، باش نحكي على ليزاتاك نتاع لي فيلان. دونك كومون اون سيكوريز الفيلان، كيفاش نسيكوريزيو الفيلان، كيفاش نسيكوريزي الفيلان، كيفاش نخدم فيلان. دونك نبداو البارتي تاعنا اليوم. جوست نحب نبدل الكولور هذا خاطر ينرفزني على الاخر. دونك عندك كولور، نحط الكولور ريد. قبل كل شيء، قبل ما ندخل نبدا نحكي في لي فيلان و تيب دو فيلان و لي زونكابسولاسيون و التاغينغ و الترانك بور و لي زاكس بور اتسيتيرا. دونك حبيت نحكي على نبدا بدخله من الاول. دخله من الاول باش تحكي على الهوب، باش تحكي على السويتش، باش تحكي على الكام تيبلز، باش تحكي على البار بروتوكول كيفاش يصير اتسيتيرا. كي تفهم البرانسيب هذا فاسيلمون بعد تولي تنجم تفهم تدخل تحكي على لي فيلان و تدخل من بعد تزيد تقدم لي زاتاك على لي فيلان. معناها باش نبداو ديما خطوه خطوه. اول حاجه هي الهوب. الهوب هو ايكيبمون ريزو. بون ما عرفش كان مازال موجود منه ولا ليه، مي ابوبري تكنولوجي هذه ماشي وتنقرض، معناها ما عادش موجوده منها جينيرالمون. الهوب يخدم على الكوش فيزيك اللي هي اول كوش في موديل اوزي، سي الكوش فيزيك. الهوب في وان كوليجن في الدوم، في عنده ان سول كوليجن دومين. شمعني ان سول كوليجن دومين؟ الكلمه هذه كوليجن دومين والبرودكاست دومين مش تعرضنا برشا برشا ولازم تتفهم معنا بيه البرانسيب تاع الخدمه تاع الهوب كيفاش. اوني في لي بور تاع الهوب هذوما الكلهم في ان كوليجن دومين. علاش؟ البي سي هذا مثلا في الهوب كي يحب يبعث حاجه للبي سي هذا، هما مربوطين ثلاثه بهوب. كيف هذا يبعث حاجه لهذا اوتوماتيكمون باش توصل لهنا، باش يصير لها برودكاست تتبعث لهذا وتتبعث لهذا وتتبعث. كان فما واحد اخر معاهم تتبعث له، كان فما واحد اخر معاهم تتبعث له. علاش؟ على خاطر تخدم تكنولوجي اسمها سيزما سي دي. سيزما سي دي كارير سنس ملتيبل اكسس على كوليجن ديتكشن. سيزما سي دي اللي هي هذا يبعث وهذا يبعث، واول ما اول ما يبعث هذا للهوب ومن بعد يصير حاجه اسمها البرودكاست. البرودكاست دونك تتبعث للعباد الكل هذا وهذا وهذا وهذا. بعد هذه اخرانيه انا ما حاجتش بها، هذه اخرانيه ما حاجتش بها، هذه اخرانيه ما حاجتش بها، هذا يفريد يقول اي فوالا انا طلبت لي دوني هذا ما هو ما حاجتش بها. دونك علاش؟ على خاطر اللي بور كلهم محطوطين في ان سول كوليجن دومين. علاش؟ على خاطر اللي بور هذوما الكل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اللي دي سبور هذوما الكل في ان سول كوليجن دومين. ستادير اي حاجه باش تتبعث على بور يصير لها برودكاست. يصير لها برودكاست على كي لادريس 255 255 255 255 باش يصير لها برودكاست باش تبعث للعباد الكل. دونك السيزما سي دي اش معناها؟ هذا اون سيبوز بعث وهذا بعث، دونك بعثهم بعثهم في نفس الوقت. دونك
يخرج الزوز اون بيريود اليتوار، ومن بعد اللي هو بيختار واحد منهم هذا يولي يبعث، والاخر يقعد يستنى لين يكمل هذا يبعث، باش السيد هذا بعد ياخذ الرولي عليه ويبعث. ما ينجموش الزوز يبعث او ميم طون، علاش؟ على خاطر كما قلنا سي هالف دوبلكس، ماني هالف دوبلكس، فما الدوبلكس والفول دوبلكس والهالف دوبلكس. هالف دوبلكس يبعث ما ينجمش هذا السيد مثلا يبعث دي دوني لهذا ويقبل دي دوني من عند هذا. دونك شوفوا قداش التكنولوجيا كانت متخلفه على الاخر معناها، وللاسف فما شكون يدور يخدم بيه في تونس اللي هو. دونك عمرك ما تلقى في الهوب واحد يبعث ويقبل ومن طوم، مش فول دوبليكس مش سويتش هذا. دونك هذا هوب، دونك يا يبعث يا يقبل. هذا كما قلت اذا في هذا يبعث امبوسيبل كان يكون هذا قاعد يبعث لهذا ويقبل من عند هذا. دونك بكل سي تان سول كوليجن دومين، قلنا اش معناها سيزما سي دي، قلنا سيزما سي دي كي زوز يبعثوا او ميم طون يخرجوا اون بيريود الياتوار من الريزو، بعد يعمل اليكسيون روتور بيناتهم يختار واحد منهم سولون دي كالكول بيان ديتيرميني، قلنا هذا باش يبعث هذا يبقى يستنى يبعث هذا يكمل يبعث يزيد يكمل هذا بعض. دونك يبعث هذا ما ينجموش هذا وهذا وهذا الكل يبعثوا او ميم طون، خاطر يصير كوليجن، يصير كوليجن دومين. دونك يصير كوليجن، استغفر الله. دونك كيما قلنا الكوليجن دومين، شمعنى كوليجن دومين؟ كل لي بور نتاع السويتش هذاما عبارة من لي بور نتاع الهوب هذاما كلهم في ان سول كوليجن دومين. اي حاجة تبدا في ان سول كوليجن دومين معناها راهو العباد الكل تبرودكاست، تبعث برودكاست، تبعث العباد الكل. دونك كوتي سيكوريتي، سيكوريتي فيه ظاهرة فاشلة على الاخر على الاخر. علاش؟ فور سامبل ريزون، مثلا هذايا اكس يحب يبعث الايكغيك، وعندي من هنا ان هاكرز بيرات، دونك هذايا كي باش يبعث هذايا مش قلنا انسول كوليجن دومين ويبرودكاست ايتسيتيرا. دونك باش تبعث لهذا، باش تبعث لهذا، هذا ماهوش يعمل حتى شيء، سامبل سنايفر، وحتى ساعات سنايفر اللي خاطر باش يوصلوا لي دوني ياخذ منهم كوبي، اوكي وصلوا لي دوني هذا باش يبعث دي دوني كريتيك لهذا هم تعداو لهذا، هذايا ماهوش باش يقول راني محاشي بيهم، يقول لا راني انا حاشي بيهم ويوصلوا لي دوني. دونك انت كوتي سيكوريتي فاشلة على الاخر معناها، ديجا حتى في الزمن الحقيقة اللي سلايدز خديتهم من سيبيتي ناجيتس. دونك في سيبيتي ناجيتس دونك تعرفوا اللي نتاع سيبيتي ناجيتس هو كيث باركر، معناها اقوى اقوى ليزانجينيور دو سيكوريتي ودي ريزو في العالم، باش نقول يقول نتورك از ديث، نتورك از ديث معناها وفيت، حكاية فيها مات نتورك مات. نتعدى اللي بعده، دونك جاو يشوفوا قالوا كي مش نبقاو نخدموا باللي هوب هكا معنا كيما نوصلوا تكنولوجيا كيما قلنا مجملة على الاخر. دونك جاو اختاروا قالوا نتعداو التكنولوجيا اللي بعدها، التكنولوجيا اللي بعدها كانت عبارة على دي بريدج، ولي بريدج زادا نفس الشيء ما عطاوش الحاجة اللي حاجتهم بها. دونك بعد خلقوا حاجة اسمها السويتش. كيف جينا للسويتش تو بدينا نطوروا شوية، دونك هنا جات الايفوليوشن، هنا جات الحاجة اللي قلبت الموازين الكل. سويتش 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 قالك اول حاجه باش نمشيو عليهم واحده واحده، قال لك اول حاجه every port is in one collision domain. ريت انا عندي سويتش، سويتش متكون من 24 بور، كل بور ستان كوليجن دومين، كل بور في سويتش ستان كوليجن دومين. كان نرجع نتفكروا الهوب، قلنا الهوب عنده دي بور، لي بور الكل هو في انسل كوليجن دومين. دونك علاش كيف يبعث واحد من هنا حاجه تبرودكاست للعباد الكل؟ التكنولوجيا في السويتش ماهيش موجوده الحقيقه، كل بور في كوليجن دومين واحد، كل بور في كوليجن دومين واحد، وكل بور في كوليجن دومين واحد. علاش في السويتش كيف تبدا انت رابط بي سي، تبدا انت هنا في السويتش نتاعك مربوط بي سي اكس و ايغريك و زد، اكس يحب يبعث للزد يبعث له اللي هو ديريكت، تخرج هنا تمشي في السويتش وتوصل هنا، ما تتعديش للزد وزد يقولوا لي ما حاشيش بانه ما تتعديش. اكس يبعث توصل للسيبل نتاعها. علاش؟ على خاطر كل بور في كوليجن دومين واحد، ما يصيرش البرودكاست كل بور في كوليجن دومين، ما يصيرش هكا 255255255 توصل للعباد الكل يقول حاجتي وهذا يقول ما حاجتيش. هذه كانت اول حاجه واول بوان فور في السويتش. ثاني حاجه في السويتش يخدم فول دوبليكس على عكس الاخر يخدم هاف دوبليكس، هذا يخدم فول دوبليكس، هذا يبعث نجم تبعث، نجم نبعث لهذا ونكسبتي من عند هذا ونزيد نبعث لهذاك وقعد نكسبتي من عند الاخر او ميم تو معناها. هذه زاد ثاني بوان فور كان في السويتش. ثالث حاجه في السويتش فما حاجه اسمها البورت سبيد، البورت سبيد هي زاد حاجه امبورطونت على الاخر، على الاخر حكيت فيها في برشا فيديوهات باش نعاود نقولها لوست لهنا. لي بور اللي على السويتش فيهم انواع، فما لي بور ايثرنت، وفما لي بور فاست ايثرنت، وفما لي بور جيجا ايثرنت. لي بور ايثرنت يبعثوا 10 ميجا في السكوند، تخيل انت في السكوند الواحده نجم تترانسفيري من هذا اذا كان الكابل ايثرنت من هذا لهذا في السكوند الواحده تبعث له 10 ميجا. بارابور الهوب معناها تسمى حاجه طياره على الاخر على الاخر، بدات تتحسن في البور فاست ايثرنت، ولات 100 ميجا في السكوند، نبعث 100 ميجا بيت في السكوند، وفي الجيجا ايثرنت نبعث 1000
اي مره نجي جهه نبعث في السجون ده الواحده ان جيجا، من هنا لهنا في السجون ده الواحده نخرج بان جيجا. دونك هي زاد كانت بارتي قويه على الاخر، ومن برمي لي الثاني الثالث اقوى بوان كانت في السويتش. رابع بوان في السويتش اللي هي شنو، اللي هي الازيك. اش معناها الازيك؟ ازيك دونك ازيك السويتش ولا حاجه انتليجونت. علاش انتليجونت؟ خاطر عنده داخل ان بروسيسور في السويتش، فما بروسيسور وعنده ميموار وعنده كل شيء. دونك طونكو عنده بروسيسور معناها يعمل البروسيس تيرا. دونك البروسيس دي من نوع الازيك. ازيك معناها يربي دي ترانزاكسيون على الاخر، فيه دي شيب، دي شيب ولا دي بوز اللي سون تري انتيليجونت باش تريتيو لك لي زانفورماسيون تاعك رابيدمون. دونك تو سكي تريتمون تاع دي زانفورماسيون ولا يصير كوتي هارد ما عادش كوتي سوفت. وديما تعرفوا الحاجه اللي تصير كوتي هارد اسرع ورابيد برشا برشا من الحاجه اللي تصير كوتي سوفت. دونك هذه رابع اقوى بوان. وعلى فما بروسيسور ولا كيف تقول نحب نبعث اكس يبعث لجري الزد، اكس يبعث لزد. علاش؟ اترافير عنده هو خاطر حاجه نسميوها ديما الماك ادريس تيبل، نسميوها الكام تيبل ويشوفوها بعد، ويبدا يحط فيها لي زادريس ومن بور خارجه وكذا وكذا باش تدير السور يتعرف عليهم. مره جاي انت تبعث ياخذ الادريس هذيك يقول الادريس عندي ديريكتومون يعديك الادريس تاعك، ما يبقاش يبرودكاست فيك لعبه الكل وهذا يقول له ايه وهذا يقول له ليه. دونك هذا يزيد رابع بوان فور في سويتش كانت. خامس بوان واللي هو مانجيت. مانجيت معناه الهوب، هو كيما قلنا الهوب سي تان ايكيبمون ديبيل، لا عنده لا انترفاس لا تدخل كوموند تاع تابيلو دي كوموند لا شيء. علاش قلنا يخدم في الكوش 1 كي تتذكروا؟ قلنا يخدم في الكوش 1، يخدم في الكوش فيزيك، يخدم في الكوش فيزيك. دونك سي تان ايكيبمون ديبيل على الاخر، معناها يعطي مساحه باش تخدموا بيه. ما لا تنجم تدخل تكتب له دي كوموند، لا تنجم تعدي له دي بيلان، لا تنجم تجيري، لا تنجم تدخل كسوا كانت انترفاس سي الي كوموند لاين انترفيس او بيان جي يو اي جرافيكال يوزر انترفيس. لا تنجم تدخل لهكا لهكا فرايجي، معناها تدخل جوست تجيبك الهوب تاعك، تجيب شويه كوابل تربط ببعضهم وتلصقوا في بلاصتك وكاها. نو هذا سويتش ولا ان بو انتليجون، ولا فيها لي سويتش اتش بي. بون لي سويتش سيسكو ديما تنجم تدخل بي اس اس هاش، تنجم تدخل بتل نت، تنجم تدخل نابورت كيل بروتوكول، ولا بجي يو اي تدخل بالهاش تي تي بي، تدخل بالهاش تي تي بي اس كيما في سويتش اتش بي 1910 وجيري وتعرف لي فيلان نتاعك. حتى اذا كنت اذا كنت ما تعرفش لي كوموند تقدر تكتبهم حتى تخدمهم حتى جرافيكمون. بيان سور جرافيكمون يتعاملوا اللي مش بروفيسيونيل، اللي مش بروفيسيونيل ديما كوموند معناها. دونك لهني كيف بارك لي زومر شويه سميلز جود سموث كوز تاتش يتفكع معناها. دونك هذا هو جينيرالمون سويتش. كنرجع بريفمون نقول سويتش كل بور فيه دون زان سيل كوليجن دومين، ما فماش البرودكاستينغ. تبعث حاجه الاكس تمشي من اكس لي جريك، تمشي الاكس لي جريك راهي ما تبقاش تطيش الاكس و جريك و زد و ا و بي و سي. دونك فول دوبليكس نجم تبعث وتقبل او ميم طون. فيه دي ديفيرون بور فاس ايثرنت، ايثرنت جيجا ايثرنت اكسيتيرا. فما حتى دي جام دو سويتش اللي هي الكور سويتش. لي كور سويتش معناها تلقاها 48 بور، مثلا سويتش 9 605000 ابارمون كان صدقني ربي سويسكو. دونك السوم تاعو يوصل حتى ل 20 30 مليون، مش رخيص معناها البور فيه بك الحسبه، خاطرهم سون دي بور اس بي اي دي بور جيجا ايثرنت. دونك الازيك كيما قلنا الازيك فما دي شيب فما دي بوس، هما الشيبسيت فما دي بوس لي ميسيون تاعهم هما اللي يجيريو تو سكي كان تيبل، اللي يجيريو تو سكي تريتمون تاع سويتش باش تبعث من هذا لهذا وتتعدى من هذا لهذا. هذا الكل يصير ديما الكوتي هارد ما يصيرش كوتي سوفت. دونك ما نجد سويتش تاكسيدي له بجي يو اي، تاكسيدي له بكوموند، تاكسيدي له تركب كابل كونسول تاكسيدي، تحب تركب كابل جوزولي كابل تاكسيدي، تحب تاكسيدي بالتلنيت تاكسيدي، تحب تاكسيدي بالاساش تاكسيدي، تحب تاكسيدي بالتاب انت تاكسيدي، تحب تاكسيدي بالهاش تي بي هاش تي بي اس، وي بوسيبيليتي باش تجي معاهم دي سيرتيفيكات تدخل سيكيوريزي اكسيتيرا. دونك هذا ما كانش موجود قبل في الهب. دونك باش نتعداو توا الاسم الكل سويتش في حاجه اسمها الكام تيبل. شنو هي كام تيبل؟ كنا بيل ماك ادريس تيبل. ماك ادريس تيبل انا يعني مثلا عندي بي سي ا يحب يبعث للبي سي بي. اول ما تخلقت هذيا توا اول ما خديت السويتش وركبته كذا، دونك جوج نحب نعطي حاجه تري امبورطونت ام بي نوتي بيان. السويتش في الباكي الاولانيه في الفريم الاولانيه برك استغفر الله في اول فريم، في اول فريم اكثر شنو هي فريم، فريم هاي دونك سورس ماك و ديستنيشن ماك و كونتينيو باكي بيلود باكي شفيها ولا عندي تشيك سي ار سي. اول باكي مثلا يعني انا شبعت 1 جيجا مثلا كيما نقول اول باكي اللي هي مثلا 10 كيلو ولا 100 كيلو منه، اول باكي يمشي سويتش فيها كوميتو ان هاب يبعث للعبيد الكل في اول باكي. راه
مش في مش في على طول، من اول باك يبرك يبعث للعبيد الكل. دونك مثلا انا عندي لد البي سي ا وعندي الادريس ماك نتاعو مثلا 1 1 2 2 3 3 مثلا 4 4 5 5 6 6، وهنا مثلا عندي a a 2 point b b c c. دونك هذا يبعثها للسويتش في اول باكي. نرجع نقول مره اخرى، قاعد نسيستي راهي في اول باكي مش بارتو، حتى لو كان خذيها الهاكرز ولا حب من جيجا ولا من 1 جيجا ولا ما قدرش باش ياخذ 100 كيلو ولا 1 كيلو ولا اللي هي، ما عنده ما يعمل بها معنى. يبعث للعباد الكل، يبعث للعباد الكل. دونك هذا باش يجي باش يجي يعمل ياخذك في سويتش كام تيبل، يقول مثلا انا عندي الادريس تاع السيد هذايا 1 1 1 1 مثلا هذايا فاست 0 0، ولهنا عندي الادريس نتاع السيد هذايا ا بي بي سي سي على مثلا نقولوا فاست 0 3، ويقيدها عنده، يقيد هذه عنده. المره الجايه كي يبعث هذا لهذا ما عادش برودكاستي، يرجع للكام تيبل يعرف الادريس ماك نتاعو اوتوماتيكمون يبعث له، ما يبقاش يعاود شك فوا نفس البروسيدور. هي مره تتعمل بالنسبه تمشي تعرف معناها على الريزو، تسمى ليتاب هذه ليرنينغ، قاعد يتعلم. دونك اون فوا تعدى ليتاب دو ليرنينغ تعلمهم الكل، يباس ليتاب اخرى اسمها الفوروردينغ، يبدا يفورورد ديريكت، ماشي يبدا يليرني ويلسني ديريكت يفورورد. دونك هذه جينيرالمون السويتش وال كان نعملو بارتي معناها جوست ديمونستراسيون اللي كنت نحكي فيه توا على الباكيت تريسر، باش نشوفو الهوب كيفاش يمشي، باش نشوفو السويتش كيفاش يمشي. جوست رابيدمون نجي على الهوب هذا مثلا، نقولو هذا يا هوب، نجيب لهنا هكا دي ماشين ماشين 2 3 4، وهذا يا الهوب هكا جي نربط ونعطي ادريساج بهي، نعطي ادريساج قول 10.0.0.1 10.0.0.2 والماسك نتاعو ديس بوان زيرو بوان زيرو بوان تروا والماسك نتاعو. اللي ما يفهمش لي ماسك ولي زادريس، عندنا بارتي كاملة فيديو ابارمون 4 فيديو حكيت فيهم وقتها، موجود في الشانيل نتاعنا على اليوتيوب، موجود فيهم تو سكي ادريساج ولي كلاس تيتيرا باش يفهم بيهم معناها. باهي خلينا نعمل ديمونستراسيون. انا السيد هذايا، السيد هذا يحب يبعث حويجه للسيد هذا باش يبعث له دي دوني. هذايا سيتان هوب اللي كنا نحكيو عليه راهو قبيل، قلنا الهوب راهو يخدم في الكوش ان، راهو يخدم سيزما سي دي، راهو ني با سيكوريزي، راهو يخدم هالف دوبليكس، راهو اتسيتيرا. هي خلينا نبينو الكلام اللي كنا نحكيو فيه. دونك نحل نحب نبعث باكي في سيمولاسيون بينو باش نجيب هذي شوية هكا. وهو الأول باكي راهو ديما يبوغي ريتو كيفاش صار البرودكاست. دونك بعثها اللي هو باش عمل البرودكاست هذو مزوش، قالوا قالوا رانا محشناش بها والسيد هذا هو اللي حشتو به، نعاودها مرة أخرى، عاود هذا رجعها، عاود برودكاست كالعادة هذو مزوز قالوا رانا محشناش بها وهذا هو اللي حشتو به وصلت له، نعاودها مرة أخرى به. هذا باش يبعث لهذا مرة ثانية. تو باش نقولو كابيور فورورد، بعث الهوب اللي تو الهوب باش يعمل كيما قلنا الهوب، خاطر لي بور هذوما الكل في ان سول كوليجن دومين، هذوما كلهم في ان سول كوليجن دومين، طونكو في ان سول كوليجن دومين وصل لهنا باش بودكاست يعدو 5 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
نجم يجي لهنا هكذا يقول لك لا حاجتي انا بلي دوني هذاك وما يخدك لي دوني نتاعك. جوست خلينا نعاود نفيري في مره اخرى شو اللي هنيش عمل فوالا برودكاست العباد الكل يضم زوز قالوا ما حاجتيش هاكم توا دونك برودكاستيو دونك هذوما لهنا دينا الدعم ديسكارد معناها راهو ديسكارد كان جيت تشوف لهنا كيفاش اسكو نجم نكسيدي عليه اسكو هو فوالا هذايا منظرو هذايا معناها كيما نقول منظرو الهوت كيف ما هكا من تالي اسكو نجم نكونفيكوري فيه اسكو فيه ما عندك ما تكونفيكوري فيه علاش نخاطرو في الكوش 1
عبارة جايب كيما نقولوا حاجة يونيفي، حاجة مشتركة بين هذوما الكل وربطهم ببعض جست باش ديتيل سورت. هي بداية كيف انا نعمل هكا، كيف انا نقول بينغ 10.0.0.4 يرجع لي طون دو ريبونس ويرجع لي ان ريبلاي. بيان سور مش باش يرجع لي هنا خاطر نخدم في سيمولاسيون، لازم نرجع لل ريل تايمز. فوالا هاك كيف بينجيت عندي 004 هاك بينج هذاك، او معناها باش هذا شوف هذا جينيرالمون هو الهوب. تلا خلينا نتعديو البارتيشن نتاع السويتش، نجيب سويتش 2960 وين السويتش هذا. دونك فوالا هذا 2960. دونك شنو نعمل توا باش نربطو ان انسومبل دو بي سي. نجيب دي بي سي هوني كيما العاده، بي سي دو بي سي 3 بي سي 4 بي سي شوي نتكفى هذا. نجي كيما العادة هربط لي بي سي ببعضهم، هربط لي بي سي بالسويتش وهربط لي بي سي بالسويتش. بيان سور انت في الخدمة نتاعك ماكش باش تجيب الباكيت تريسر، بيان سور باش تجيب البي سي نتاعك وتجيب الكابل نتاعه وتحط الكابل في البي سي وتربط جست كيما حكينا في اللوتر فوا. توا قاعد في ليتاب بلوكينغ ليسنينغ ليرنينغ فوروردينغ سيتيرا اونتر تو، ندخل نعملو طلع نحنا على سويتش. هذا سويتش اللي يوزنا فيه تاع سيسكو بريسك نفس المنظر. دونك هذوما ال 24 بور، فيه 24 بور فاست ايثرنت وفيه 2 بور جيجا ايثرنت. هذاما 1000 جيجا 1000 ميجا في سكوندا وهذاما 100 ميجا في سكوندا. دونك لهنا كان نجي تلاحظ تلقى سيالي سيليش معناها اللي كونفيغورابل نجم كونفيغوري سي ان سويتش انتيليجون كو سوا كونفيغوري بالكوموند ونجم ندخل عليه بالفنتر اتش تي بي. مي هاب شوفوا نحنا ان شاء الله لي كوموند اتسيتيرا كيفاش باش تصير كل شيء. بيه جوست قبل ما نلانسي نحب نعمل حاجه، نحب نشوف السويتش هذايا ونقول له انيبل. دونك كل شيء شو فيرجن. دونك اش قال لي باش نشوف السويتش هذايا؟ قال لي راهو عليه ان يو اس 12.2 كيما يخدم بنفس البروسيدي نتاع الروتور اللي حكينا فيه المره اللي فاتت، اللي هي الانفيرام والرام وياخذ لي واس نتاعو، لي واس يكون في الفلاش نتاعو عنده فلاش ويشارجيه في الرام، ومن الرام ياخذ كوبي من كوبي من الانفيرام يزيد يشارجيها معاه ويعمل لك البروسيدور الطويله اللي حكينا فيها برشا مرات. هنا جوست لي يو اس، شفنا لي يو اس، شفنا النوع تاع البروسيسور بتاعو شنيا، سي تان بروسيسور ازيك. دونك هنا نقول له شو ماك ادريس تيبل، ماك ادريس تيبل كيما تشوفوا فيها فارغ. علاش؟ اسكو هو تعلم توا؟ اسكو هو بعث؟ اسكو فما ادريساج؟ ما فما شيء، هو ما بعث شيء توا. وقتاش يتعلم؟ وقت اللي يبعث. خليني نجي نشوف لهنا. دونك هذه هي الماشين. نعطيها الادريساج تاعها كيما العادة 10.0.0.1.255.255. خلينا نخدم على سلاش 24.0 به هذا هي الأولين. نتعدى للثاني 10.0.2.255.255.0 نتعدى للين بعد. هذا هي تبعتها استاتيكا كما تعرفوا. ثم 3 ميثود باش نعطي لي زادريس، سواء كان دي هاتش تي بي او بيان ستاتيك او بيان ابي با. اش معناها؟ اوتوماتيك برايفت اي بي ادريس. هذايا اون كو البي سي نتاعك كي ما ياخذش دي هاتش تي بي ولا ما ياخذش ستاتيك يعطيه البي سي نتاعو، يعطيك معناها سيستم ديكسبلوتاسيون من رينج اللي يتسمى اوتوماتيك برايفت اي بي ادريس اللي هو 169 حاجه معناها. هنا 10.0.0.4 نرجع مرة أخرى تيت الادريساج وهي نفس شو نقول له شو ماك ادرس تيبل. دونك شعرف قال لك الفاست ايثرنت، فاست ايثرنت هاو الادرس ماك متاح الفاست ايثرنت دو اذا يخرج مثلا به كنتبع اذا يخرج على الفاست ايثرنت هيا بو ما ظهرش هكا الامام
باهي ما ظهر ليش، باهي اللاير ادريس ماك نتاعو هذي هي جوست لهنا. نحب نفهمكم حكاية التايم تيبل كيفاش قاعدة تتبني وتتيرا به هذايا لادريس ماك نتاعو هذا البي سي وهذا هي الادريس ماك نتاعو هذي على فكرة بدو تخرج بعضكم بين الادريس ماك وبين الادريس بي بي سي هذا اللينك لوكال تاع لي بي بي سي هذي هكا نتعدلو لل بي سي سيت وناخدو الادريس ماك نتاعو سي بون باهي توا انا كي نقولو شو ماك ادريس تيبل هاكا قالي زيرو ان سيس تروا كات ناف على الفاست ايثرنت زيرو تو هذا مربوط بالفاست ايثرنت زيرو دو 07 هذا بالفاست ايثرنت 0 0102 والبي سي 5 مربوط بال 0 اللي هو مربوط بال 03 ماني مرتبين 0 1 2 3 4 باه تخليني نبعث حاجه من هنا لهنا نبعث حاجه من هنا لهنا دونك قول ريت اون بريمي ليو برك راهو il se compose كيما هكا اون بريمي فريم برك في الفريم الاولانية برك مش في الدوني في الدوني الكل على الفريم الاولانية برك يوسفي وفات الحكاية هذه حتى في الترجيع اخذ كنت فكر قبل يرجع للعباد الكل توا يرجع له اللي هو برك علاش على خاطر عرف الماك ادريس تيبل نتاعو وبني عمل لي تاب دو ليرنين كان نجي نرجع سوبريمي نرجع للريال تايمز نقول له شو ماك ادريس تيبل دونك تعلم لي زادريس ماك نتاعو تخليني توا نعاود نبينجي مرة اخرى اوتوماتيكمون توا باللوجيك شنقول لو كان بعث للعباد الكل كي بيكبليش ولي كيف كيف الهوب كان بعث للسيد اللي هو هذا كهو سادير ليرنينغ من هنا لهنا اوتوماتيكمون هاك ترى خرج للسويتش سويتش خضر في ماك ادريس تيبل نتاعو قال له راهي الادريس 09 عندي تخرج لها من الفاست ايثرنت 04 اهي بلاصتها وتمشي لها من هنا دونك اوتوماتيكمون باش يمشي لها ديريكت بعثها لهنا هذا يخدم منها الحاجته بي عاود يرجعها خلو راني ماشي للفاست خلو ماشي لادريس ماك اللي هي 007 او سي او دي 8665 قالو فوالا لادريس عمل السويتش دورة في الماك ادريس تيبل نتاعو قالو فوالا اخرج لها من الفاست ايثرنت 001 من الفاست ايثرنت 01 فوالا مشالها علاش ديما نقول لكم راهو ديما السويتش يخدم هاكا سكسيسفول علاش السويتش ديما يخدم على الكوتي ماك ادريس تيبل عمرو السويتش ما يفهم ادريساج بيان سور فما دي زيكسيبسيون كيما لي السويتش نيفو 3 هو يفهم ادريساج يعمل روتاج بي السويتش الاكس سويتش راهو عمرو ما يعمل عمرو ما يعمل ادريساج ديما يخدم كوتي ما يخدم كوتي ماك ادريس اكا ان شاء الله تكون الحكايه هذه وصلت ان شاء الله تكون البارتي هذه تفهمت بي توا سي بون خلينا ندخلوا في حاجه بلو امبورطونت مي حاجة أخرى نسينيها سي بون سي بي تي ناجيت يعطيك الصحة باهي خلينا هات خلينا نتعداو لبارتي أخرى باهي توا أنا عندي سويتش باهي أنا عندي سويتش نحب نعمل أدريساج نتاعي في السويتش كيما تلاحظوا لهناش كانت الأدريس نتاعو 10001 وهذا إيش كانت 10002 وهذا إيش باش تكون 10003 وهذا إيش باش تكون 004 وكان عندي بي سي واحد اخر دي 005 هذاك 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 قداش من مره دونك نخدم على سلاش 24 سيتادير 2 على لا بويسونس 8 موان 2 سي 254 ماشين ادريساج هذا راه دونك نجم من 1 2 3 4 5 حتى 254 بار اكزومبل نجمشي نجي هكا ونجيب ماشين ونقول مثلا باش نعطيها 11 001 ونحب من هنا لهنا تبينجي اسكو تبينجي ولا ما تبينجيش قبل هذا كله
خلينا نشوف. قلنا هذايا كنا نعمل بين على this zero اي بي كونفيغ سا فوالا انا this 001 ندخل نقول له بينج على 10004 بينج ولا ما بينجش بيان سور بشي بينج علاش على خاطرهم ils sont dans le même subnet ils sont dans le même réseau ils sont dans le même بشي تكتبها بالكبير dans le même domaine de broadcast très important الكلمه هذه اش معناها domain de broadcast domain de broadcast c'est à dire ils sont dans le même réseau ils sont dans le même subnet ils sont dans le même range يراو بعض دونك switch بكلو اش الكونكلوزيون تخرج السويتش بكلو كل بور فيه كل بور في السويتش في كل جن domain صحيح مي سويتش بكلو هذا بكلو سويتش في dans un seul domain de broadcast dans un seul domaine de broadcast علاش على خاطر عمرك ما تلقى في السويتش مثلا هي خلينا نجربوا الحكايه به هنا يعني نجي كيف ما هكا نجيب بي سي ونجيب بي سي ونحطه من هنا نربطه ونحط الادريس واحد عنده عندي حاجه فاهم حتى واحد دونك نجيب بي سي نجيب كابل نربطه به نجيب لهنا نعطيه ادريساج نتاعو 11.0.0.1 وهاكا نعطيه الماسك 255 255 254 255 0 به تخليني بينجي عليه من الماشين هذي به استنى لين يكمل ليتاب نتاعو لين يختار ونشوف اسكو كي بينج عليه اسكو هو نبعث له سي ام بي ريكويست اسكو رجع لي ريبلاي ولا ما يرجعليش خضرت امورهم ريقلة صدقني كي نبقى معاه القدوة عمره ما بيجي يجاوب علاش على خاطر هذا في ريزو هذا يا ريزو واحد كما قلنا هذا في ريزو والاخر في ريزو به نحب دونك كل واحد فيه كما قلت كل واحد فيه ريزو به انا تو نحب نعمل حاجه اخرى نحب مثلا السويتش هذا نحب السويتش هذا يولي يخدم قبل ما نقول يولي يخدم نحب نعمل حاجه اسمها البريكس اب للبرودكاست دومين شكون هذا يكون في برودكاست دومين نحب انا نقسم البرودكاست دومين قبل شكون نعمل مثلا انا عندي هنا سويتش وانا عندي هنا سويتش كي كنت باش نعمل بريكس اب للبرودكاست دومين اش نعمل كنت نجيب لهنا روتور ونربط البارتي هذه من هنا نربط البارتي هذه من هنا هذايا سيتا برودكاست دومين نسبة وهذا هي زادة سيتان برودكاست دومين هذا هي برودكاست دومين مثلا 172 16 جو سي با كوا وهذا هي مثلا 10.0.0.0/24 مثلا انا تو نحب نزيد نجيب انوتر سويتش نحب نعطيه ادريس ديفيرون ادريساج ديفيرون نجيب كيما العاد ناخذ من الانترفاس ونربط هذا نسمى عملت بريكس اب للكوليجن دومين قسمت البرودكاست دومين نتاعي قسمته لتروا برودكاست دومين هذا ان برودكاست دومين هذا دو برودكاست دومين هذا تروا برودكاست دومين الحكايه هذه مكلفه على الاخر على الاخر سوم الروتور في حد ذاته مش رخيص اول حاجه والانترفاس نتاع الروتور في حد ذاتها زاده ماشي رخيص دونك انا اذا كنت نحب نعمل مثلا نحب نجيب نحب نعمل مثلا انا يعني عندي في السوسيتي اللي نخدم فيها جماعه مثلا عندك جماعه الريسورس يومين اللي هي ربحهم ان شاء الله به عندك جماعه الكاليتي وعندك جماعه الانفو به ما يجيش مثلا نجيب شنو اللوجيك شنو يقول شنو نعمل مثلا ناخذ سويتش لهذا سويتش لهذا سويتش لهذا معليش مثلا نحب نيزوليهم على بعضهم هذا عندهم ادريس نتاعهم هذا ادريس نتاعهم وهذا ادريس نتاعهم
ما يجيش مثلا من سويتش ناخذ سويتش واحد مثلا هنا نقول دي 0001 هذايا مثلا جرهاش 02 هذايا انفو 03 هذايا كاليتي 04 انفو 05 بعد باش نجي ريهم ولكن نحب نربط فايرول نحب نبيك عليهم ديريجل ولا حاجه اوتوماتيكمون باش تتقطع معناها حتى في خدمتك راك باش تتعب برشا برشا. الميثود هذه ما ننصحش بها جمله جمله جمله. واحد من الناس في الخدمه ولا في اي خدمه كيفاش تعمل تقسم الفيلا تقسم السويتش نتاعك دي بارتي. به انت لهنا شنو تعمل؟ انت بتجيب مثلا سويتش لجماعه جماعه الارهاش الكاليتي جماعه لانفو وباش تربط بيشترج سويتش 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 ساعة شوف سويتش سومو قديش سويتش سومو قديش سويتش سومو قديش بعد نجيب روتور وباش نعمل بريكس اب للكوليجن دومين شو اللي هذا في برودكاست دومين في برودكاست دومين في برودكاست دومين شوف هذا قديش سومو الروتور قديش سومو وهذا الانترفاس قديش سومو معناها البيع او مينيموم باش تحلكش تحت 10 ملايين دونك باش تطلع خاسر دونك باش تطلع خاسر 10 ملايين كوميان فلوس معناها اون بلوس ما تنساش لي البارتي انفورماتيك راهي ناس ماكش تعطي في 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 بلوس مثلا جماعه الكاليتي جماعه البيع قاعدين يعملوا في بلوس اما تي جوست قاعد تجري وكاهو ما عندكش بلوس ما عندكش مبلغ دخل فيه. بي شنو هي السوليسيون؟ جيو قالوا نعملوا حاجه اخرى بلو افيكاس دونك سويتش هذايا نقسموا لديفيلان. كيفاش سويتش تقسم لدي فيلان؟ نقول لك كيفاش. تاخذ انت السويتش نتاعك هذا وتقسمه لدي سويتش صغار. انا عندي سويتش كبير نقسمه عباره فيه دي سويتش صغار سويتش سويتش وكل سويتش في هذا عندهم ادريساج وحده كل واحد فيهم في برودكاست دومين وحده. انا هنا شنو عملت؟ قسمت الريزو نتاعي لبلوزيور برودكاست دومين لبلوزيور سابليت لبلوزيور ريزو ومن طور ربحت برشا فلوس معناها ما خسرتش فهمتني. دونك هذا هو السوليوشن اللي جابتها الفيلان. دونك الفيلان اش قالت لك اهم حاجه اللي جابتهم الفيلان نقولوا ملتيبل برودكاست دومين دونك نقولوا زاد اسيوريت لي حاجه اسمها السيكوريتي اسيوريت لي حاجه اسمها السيكوريتي. كيفاش مثلا نجي نقوله قول مثلا هذوما الزوز في فيلان واحد هذوما الزوز في فيلان واحد وهذا في فيلان واحد مثلا هذا في فيلان 10 هذا في فيلان 20 هذا في فيلان 30 هذا عنده مثلا 11.0.0.0/24 هذا مثلا 10.0.0/24 وهذا مثلا 12.0.0.0/24 هذا ينجم يبينجي عليه هذا امبوسيبل. علاش ما ينجمش يبينجي عليه؟ على خاطر هذايا في برودكاست دومين وهذي في برودكاست دومين يعني دونك ما فماش حاجه تعمل روتاج بيناتهم ما فماش روتور ما فماش بروتوكول دو روتاج قلنا هذايا راهو يفهم كان لازم يسمعك. كيفاش انا نجم نجي نعمل الروتاج ما بينات مبينجي مثلا 12 مبينجي على ال 10 هذايا في ريزو هذايا في ريزو امبوسيبل كان يبينجي على بعضهم. انا هنا اسيوريت نوسيون واحده اللي هي سيكوريتي اللي هنا قلت اسيوريت نوسيون تري تري امبورطون كي سيكوريتي. هاني عملت لوجيكالي جروبينغ. لوجيكالي جروبينغ شنو معناها؟ جيت قلت الفيلان 30 لجماعة جيستيون دو ريسورس هيومين مرة أخرى الله يربح. بعد عندك جماعة الفيلان الفيلان 20 مثلا قلت هو جماعة الماركتينغ. لهنا قلت هذا مثلا لجماعة الكاليتي مثلا نجي لهنا نقول باش نعمل فيلان مثلا 40 لجماعة الديريكسيون. تخيل انت مثلا قبل جماعه الديريكسيون حتى تملي مع جماعه الماركتينغ ومع جماعه الواحد والناس كل كونيكتي بروتور وتليشارجي هذا يحل فيسبوك هذا حل ناشنية والديريكسيون جماعه اللي ديريكتور نتاعك معناها ميم با ينجم يحلوا باش جوجل باش يعملوا ديرو شيرش ولا حاجه وسيدي هذا يحل ميم با الجيستيون نتاعهم صعيبه. كيف جاو لي فيلان سهلوا لي برشا 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 حكايات. هذا اللي كنت نحكي هنا حاجه نسميوها الكيو اس. كيو اس علاش؟ على خاطر نخدم على حاجه اسمها البريوريتي. مثلا نجي للفيلان هذايا تاع ديريكسيون ونعطيه بريوريتي اقوى هذايا فيلان ناقص هذايا فيلان كذا دونك وليت الحكايه دونك منظمه اكثر. دونك قلنا الفيلان شنو جابت لي؟ جابت لي لوجيكالي جروبينغ الكواليتي اوف سيرفيس اترافير لي بريوريتي. دونك جابت لي حاجه اسمها سبنت كورليشنز قسمت الريزون تاعي لديفيرون سبنت ولا ديفيرون برودكاست دومين. هذه دونك كانت حاجه باهيه برشا برشا. باهي خليني نزيد ماشين واحده اخرى باش توضح خير ونربط. به هذوما في فيلان وهذوما هذوما زايدين فسخهم علينا ماعادش حاجتنا بيهم. به
هذوما في فيلان، هذوما في فيلان، وهذوما في فيلان. تو انا عندي سوسيتي نتاعي، ها واش نجي نعمل، نجي نقول هكا اتيت اكزامبل في الكولرز، هذوما في فيلان، واش بيها كطلع الكولور بيه ازرق تبع جماعة النهضة بيه. هذوما في فيلان هذوما في فيلان، جماعة الروز في فيلان، وجماعة باغ اكزومبل الأخضر هذوما في فيلان. هنا توا الميسيون تاعي هي اني نقسم الحكاية، هي نقسم لدي فيلان. قبل ما ندخل نحكي في البارتي كوموند واحد، نحب نفهم حاجة اللي تريز امبورتونت، اللي هي شنو ب هذي هكا ب قلنا لي فيلان هذم ب باش ندخل هنا توا هكا قول انيبل، قول له شو فيلان بريف. دونك جيش قال لي هذه تري 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 امبورطون. انا قداه عندي من فيلان؟ انا عندي دي فيلان من 1 ل 1005. لي فيلان اللي اتوليزي اللي نجم نخلقهم انا من 2 ل 1001. علاش الفيلان 1 سي لو فيلان ديفولت فيلان، نسميوها النيتف فيلان. عمرك ما جيت تعمل فيلان 1، حتى انت تجيب لنا باش تخلق فيلان 1 يقول لك امبوسيبل باش تنجم تخلق فيلان 1، على خاطر سي لو نيتف فيلان، سي لو فيلان بار ديفول. ريتهم لي انترفيس تاعنا الكل بالفاست 1 الفاست 24 ولي دو بور جيجا ايثرنت كلهم محطوطين بار ديفول على نيتف فيلان. بعد هذوما لي فيلان سون ريزيرفي التكنولوجي بيان ديتيرميني، كيما التوكن رينج، كيما التير نت اكسيتيرا. دونك ما تنجمش تجي تعمل ان فيلان سون 2 ميل 2 ميل 3 ميل 4 ميل 5. دونك انت عندك من 2 لل 1001 هذوما لي فيلان نجمو نخلقوهم على السويتش سيسكو. ليش نحكي على الزوتر سويتش؟ كل واحد عنده التكنولوجي نتاعو، عنده الميثود اللي يخدم بها اكسيتيرا. باهي جوست ثم حويجة اخرى، ثم انواع متاع دي فيلان. هو اصلا اش معناها دي فيلان؟ هي كانت قبل، دونك خليني هي كانت قبل كيفاش كان عندي ان بي سي، دو بي سي، تروا بي سي. انا عندي لهنا ان سويتش، وعندي لهنا ان سويتش، وعندي لهنا ان بي سي، دو بي سي، 3 بي سي. مربوط مربوط مربوطين بسويتش، السويتش هذا مربوط بسويتش الاخر، هذا مربوط بسويتش، هذا مربوط بسويتش، هذا مربوط بسويتش. هذايا نسميوه فيلان 10، هذايا فيلان 20، هذايا فيلان 30. فيلان 10، فيلان 20، وفيلان 30. مثلا الفيلان 10 هذا قلنا في لي فيلان ماخذ نفس الرينج، مثلا الادريس تاعو مثلا اذا كان هذا 10.0.0.1، هنا مثلا الفيلان 10 باش يكون 0.2. ما يجيش هذا الفيلان 20 ياخذ 10.0.0.2، ما يجيش، خاطر هذا وهذا اللي في نفس الفيلان لازم يكونوا في نفس الدومين دو برودكاست. هذا قبل كيفاش كان يبعث؟ هذا كان يبعث لهنا هكا، ما قلنا الفيلان 10 يحكي كان مع الفيلان 10، هذا يحكي كان مع هذا. ما ينجمش هذا الفيلان 10 يحكي مع الفيلان 20 ولا الفيلان 30، الفيلان 20 يحكي مع الفيلان 20، الفيلان 30 يحكي مع الفيلان 30، الفيلان 10 يحكي مع الفيلان 10 نتاعو. دونك الفيلان 10 اش كان يعمل؟ كان يبعث من هنا الروكيت نتاعو، تتعدى بالسويتش هذا، تتعدى من هنا، كيف توصل لهنا تصير لحاجة اسمها البرودكاست، تتبعث لهذا، تتبعث لهذا، وتتبعث لهذا، هذا يدروبه هذا يدروبه. كوتي سيكوريتي كان سوليسيون فاشله بكل المقاييس. كيفاش انا فيلان 20 ونبعث لهم؟ لوجيكمون مش نبعث لهم. دونك جيو عملوا، جيو عملوا حاجه اخرى تري 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 امبورطون وتري انتيليجونت، برج لي معلميه اللي عملوها. جيو قالوا، قالوا هذه الفريم نتاعك اش فيها؟ فيها السورس ماك، وفيها الديستنيشن ماك، وفيها الداتا نتاعك، وفيها تشيك سي ار سي نتاعك. جيو قالوا الفريم هذه نتاجيوها، نعملوا لها تاج، نقمروها كما نقولوا. انت من هنا من تونس خارج البلاصه اخرى لبرا، اول ما بتعدى بالمطار باش يعملوا لك في الباسبور نتاعك، باش يطبعوا لك تبع، باش يطبعوا لك انت منين جيت. دونك هنا نفس الحديث، باش يتاجيوك. دونك في التاج ثم
نوع اسمه ستاندر هذايا اسمه دوت ان كيو دوت بوان ان كيو. فما نوعين هما، فما لونكابسولاسيون اي سي ال وفما التاجينج دوت وان كيو. لونكابسولاسيون اي سي ال تمشي كان على سويتش ريت سيسكو، جيت مثلا جيب لي سويتش اتش بي تقول لي نحب نعمل اي سي ال نقول لك امبوسيبل، جيب لي سويتش تريكوم تقول لي نحب نعمل اي سي ال نقول لك امبوسيبل، جيب لي سويتش هواوي تقول لي نحب نعمل اي سي ال نقول لك امبوسيبل. مي هذا سولون اون نورم، يخدم سولون نورم اي 3 او. دونك اي 3 او دوت وان كيو هذا الخدمه نتاعو هكا باهي. كيفاش يخدم؟ دونك لهنا هذا الاي سي ال قلنا خاص كان سويتش ريتيسكو نجمو نخدمو كان على سويتش ريتيسكو. اش يزيدك؟ يزيد يخلق لك لهنا في الفريم نتاعك يخلق لك هيدر جديد على 30 بايت، ما قلتش بيت قلت بايت، 30 بايت. 30 بايت هذه يقسمها 26 بيت للهيدرز و 4 بيت للتريلرز نتاعو، يتاجيها باللي سيال لهنا. دوت وان كيو خير برشا من اللي سيال، علاش؟ على خاطر ستاندر يمشي على العباد الكل، ولهنا يزيد يثقل لك في الباكيت 30 بايت. تخيل انت تزيد على الباكيت نتاعك انت الباكيت تبعث فيها بالروح وزيد هو يزيدك عليه 30 بايت، دونك باش تخزن لك الخدمه على الاخر. لهنا يبعثها على دوت وان كيو اللي هو يتاجيها، هنا يعمل تاجينج بالدوت وان كيو بالبروتوكول دوت وان كيو كيما نقولوا يعمل الختم نتاعو بالدوت وان كيو. دونك اش فيها؟ باش تكون فيها 3 بايت، هي كلها 4 بايت. دونك 3 بايت باش تعمل للبريوريتي وبايت تعمل للفيلان. دونك لهنا على الفريم نتاعك شي يزيد، يزيدني ان هيدر، يزيدني ان هيدر. الهيدر هذا اش فيه؟ فيه حاجتي، فيه البريوريتي نتاعو كيما قلنا كي واس، وهنا فما الفيلان. مثلا هنا يقول فيلان 10، لهنا توا كيف زادها هنا مثلا حط لي فيلان 10. السيد هذا توا كيولي باش يبعث يخرجها لهنا، اول ما توصل ما يبردكاستيش للعباد الكل، لا يبعثها للفيلان 10 على خاطرها التاجيت سي بون. دونك نعاودها مره اخرى باش العباد الكل تفهم. انا عندي قبل اش كنت نعمل؟ كانت عندي ما فماش تاجين، ما فماش انكابسولاسيون، ما فماش دوت وان كيو، هاللي سيال ما كانش موجود. باهي كنت نبعث دوني، انا عندي فيلان 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 10 شو فيلان 10 فيلان 20 شو فيلان 20 فيلان 30 شو فيلان 30. انا كنت قبل نبعث على الفيلان، نبعث من الفيلان 10 اللي هو 1001 نحب نبعث حويجه. مثلا انا لهنا جماعه الهاش اير، جماعه الريسورس هيومان، نحب نبعث من هنا لهنا، هذا هاش اير في تونس، هذا هاش اير في فرنسا مثلا، يحب يبعث هذا لهذا. دونك يبعث له اترافير شنيا؟ يبعث له اترافير الادريساج اللي مثلا داخل 1001 وداخل 1002. يبعث له كان توصل لهنا، اول ما توصل للسويتش الاخر، السويتش الاخر يبرودكاستيها، خاطر ما يعرفش شكون باش يبعثها. سيفش نبعثها للفيلان، ما باش نبعثها للفيلان دي، ما شكون قال اللي هي فيلان دي هذا فيلان دي، ما نعرفهمش معناها. دونك كان توصل فريم واحده وهنا يبرودكاستيها، والسيد هذايا هاو بالسورس ماك بالديستنيشن ماك، انا راني حاف توصل لهذا توصل لهذا، يقولوا راني انا الديستنيشن ماك نتاعها، وهذا ما يقولوا له لا ديسكارد، رانا مانيش نحن اللي حاجتنا بها، هو اللي حاجته بها. دونك ينجم الهاكر لهنا يعمل اوزورباسيون ويتحايل عليها وياخذها. جابوا واش عملوا حاجه اسمها تاجينج، تاجينج والانكابسوليتينغ. به الانكابسوليشن دوت وان كيو، فما الانكابسوليشن اي سي ال، اي سي ال سيسكو نورم خاص بسيسكو، بروتوكول خلطته سيسكو، ما يمشي كان على ليزيكيبمون سيسكو، اي حاجه برا سيسكو ما تمشيش. مثلا انا عندي سويتش سيسكو وعندي سويتش تريكوم نحب نكومونيكيو مع بعضهم ومكتيف على هذا اي سي ال، الاخر امبوسيبل كان اكتيف عليه اي سي ال، مستحيل. دونك جيت الاي 3 او نورم اي 3 او عملت البروتوكول دونك كابسولاسيون سميتو دوت وان كيو. دوت وان كيو هذايا اش يعمل؟ يجي للباكي نتاعي ويزيدها هيدرز، يزيدها حاجه اخرى، حاجه اخرى يقسمها لحاجتين اخرين، الحاجتين هذو فيهم البريوريتي يعطيها 3 بايت للبريوريتي، ويعطي الباقي للفيلان اي دي، يسميه الفيلان اي دي اللي هو 10 ال 20 30 كذا، يحط فيها مثلا فيلان اي دي اللي هو 10. تولي اول ما تخرج من عندك توصل تتعدى بالسويتش هذا، بالسويتش هذا تتعدى بالسويتش هذا، قلنا باش تتعدى بكابل من نوع ترانك واش نحكيو عليه طرف اخرى ترانك واش معناها، ولهنا يتاجاها دونك يشوف تتعدى على ترانك وترانك يشوف هذي بور 10 دونك نعديها لهذا، سي با لا بان نعديها لل 20 ولا 30. هذا كل توا باش نشوفوه. دونك قلنا عندي نوعين تاع تاجينغ، تاجينغ دوت وان كيو، تاجينغ للاي سي ال. دونك وعندي نوعين تاع دي ريلاسيون، فما من البورت سويتش، من السويتش هذا مثلا
باش نربطه بسويتش واحد اخر. الكابل هذا يتسمى كابل ترانك. ايش معناها كابل ترانك؟ كابل ترانك هو الكابل اللي تعدي عليه الفيلان الكل. مثلا انا باش نربط هذا بفيلان واحد اخر مثلا بسويتش من هنا، وش نخرج من هنا مثلا بي سي في الفيلان ديس. هذايا الفيلان ديس مثلا، هذايا باش يخرج من هنا، شو السويتش هذا هنا لهنا. هذايا الكابل تسمى كابل ترانك. علاش كابل ترانك؟ خاطر كيما يقولوا هما جماعه سكو كيريز اور فيلان. شمعنى كيريز اور فيلان؟ لي فيلان هذوما الكل الديس والفان والترون تراهم باش يخرجوا منه، كلهم باش يتعداو بالكابل هذاك، باش يتعداو بالكابل هذا اللي هو كابل ترانك. دونك كيما قلنا من سويتش لو سويتش يتسمى كابل ترانك، ومن سويتش هذا البي سي يتسمى اكسس. اكسس يتعدى عليه فيلان واحد برك. هذايا عمرك تجي يتعدى عليه الفيلان 20 امبوسيبل، يتعدى عليه كان الفيلان 10 برك. هذايا يتعدى عليه الديس وال20 وال30 وال40 ولي فيلان الكل يتعدى عليه. علاش تسمى بور ترانك؟ وفي الترانك ثم انواع، ثم الدايناميك ترانك وتسيتيرا. دونك تنشوفوهم واحدة واحدة جوست ليسونسيال تاو تفهم. ثم نوعين، ثم الاكس والترانك. يبدا من بور سويتش البي سي يسمى اكس، يبدا من بور سويتش السويتش يسمى ترانك. ودي باش نشوفو فاش نعملوها بالكونفيغوراسيون. ان شاء الله تكون البارتي تيوريك ما ثقلت برشا برشا في البارتي تيوريك. تبغوا ندخلوا للبارتي كونفيغوراسيون. باهي، انا نحب نعمل هذا في فيلان 10، في فيلان 20، في فيلان 30، ونحب نشوف هذا مثلا وهذا يبينجي على بعضهم، هذا وهذا ما يبينجيوش على بعضهم، وهذا وهذا ما يبينجيوش على بعضهم. باهي، باش نعملوا ايزولاسيون. اول حاجه نبداها ندخل على لي بور نتاعي الساعه، نقول له كيما العاده انيبل، نقول له شو فيلان بريف. فوالا جيب لي ليست نتاع لي فيلان. اول حاجه نعملها نخلق اول فيلان نسمي فيلان 10، وبعد نقول له فيلان نيم. فيلان 10 نيم مثلا نسميوها لولاني، مثلا نقول له ماركتينغ. مارك بعد نعمل فيلان 20 نسميوه فيلان النيم، نسميوه النيم نتاعو هاش اير جماعه ريسورس هيومان الله لا يربح. ومن بعد نعمل فيلان ثالث فيلان 30 ونسميه مثلا نيم، عملنا نحنا انفو نبعث الانفورماتيك مثلا. تو كي نقولو اكزيت اكزيت نرجع لل البريفيليج مود، نقولو شو فيلان بريف. ولا كي تلاحظوا تخلقوا لي تروا فيلان. دونك عندي فيلان 1 اللي هو ديفولت، عندي فيلان 10 لاي دي نتاعو والنيم نتاعو ماركتينغ، فيلان 20 هيومن ريسورس، وفيلان 30 لجماعه الانف. انا تو هاللي فيلان هذا مخلوقين صحيح، اما ما عليهم حتى انترفيس. اللي انترفيس كل كنشوف فيهم لهنا كلهم مربوطين بال كلهم مربوطين بال بالديفولت فيلان. دونك شنو نعمل؟ قلت هذا سي لو فيلان 1، هذا سي الانترفيس 1 اي 2 3 4 5 اي 6. دونك ندخل نقول له كيف ما هكا زي ما نسكروا زيد، وندخل على سويتش كيما العاده. دونك اللي الكوموند اللي تريز امبورطون نقول له كونفيغ تي، ندخل على الانترفيس فاست 0 على 1، نقول له حاجه سويتش بور مود. اش خلي؟ خلي عندك اكس دايناميك وترانك. دونك اش معناها اكسس؟ اش معناها دايناميك؟ اش معناها تران؟ قلنا اكسس كي باش تربط بي سي بسويتش، وتران كي باش تربط سويتش بسويتش. دايناميك اش معناها؟ دايناميك يقول لك نعمل انا وياك نيغوسياسيون، هاكا قال لك دايناميك لي نيغوشيت. انت شنيا؟ تقول له انا ترانك، يقول لك اوكي حتى انا ترانك. تقول له انت شنيا؟ يقول لك اكس. تقول له حتى انا اكس، معناها تنيغوسي معاه. انت تبعوه هو معناها. دونك لان احنا ماش نخدموا لا دايناميك لا ترانك، نخدموا اكس. دونك سويتش بورت سويتش قلنا سويتش بورت مود اكسس، ومن بعد نقول له سويتش بورت اكسس فيلان 10. قلنا الانترفاس فاست 00 وفاست 01 في ال 10. كان نقول له اكزيت اكزيت، نقول له شو فيلان بريف. فوالا كان تلاحظ الفاست 01 جبدت من الفوق وتحطت لهنا هاك. الفاست 01 تبع جماعه الماركتينغ. تو نجي في السويتش نتاعي خارج منه الفاست 01 في السويتش، ونحز ديريكت ونربطها في البي سي، نبلاقيها في البي سي. نعاود نفس الحديث مرة أخرى. دونك نقول له اللي ما تبعش في البارتي الأولى يتبع في البارتي الثانية، نقول له كونفيك تي انترفيس فاست ايثرنت 0 سور 2، ونقول له سويتش بورت مود اكسس
switchboard access VLAN 10. توا كنجي نشوف show VLAN brief اش قالي؟ قالي توا عندك الـ 1 والـ 2 ولاو تابعين الـ VLAN 10. هذايا تابعين الـ VLAN 10. ترى هات خليني نتأكد. قلنا هذايا قداش 10.0.0.1 وهذايا 10.0.0.2. هات خليني نفيري في حاجة. هذا قداش 10.0.0.3. ترى كان مبينجي من هنا، كان مبينجي انا من هنا 10.0.0. قبل الساعة خليني نعمل IP config. هنا 10.0.0.1. هنا توا لهنا في الكرة هذي 10.0.0.1. نحب نبينجي على 10.0.0.3. لوجيك مو يقول لوجيك تاو تقول 10.0.0.1/24 بارتي ريزو بارتي هوت 10.0.0.3/24 بارتي ريزو بارتي هوت. هذوما في لو ميم ريزو، صحيح في لو ميم ريزو بينجيو على بعضهم، بينجيو على بعض. ورا باش نشوفو حكاية توا. قولو بينج 10.0.0.3 امبوسيبل كان باش يبينجي. علاش امبوسيبل كان باش يبينجي؟ على خاطر هذا في فيلان وهذا في فيلان. هذا توا محطوط في الفيلان ديفولت، وهذا محطوط في الفيلان ديس، محطوط في الفيلان ماركتينج. تب تأكدو من كلامي ولا نرجع انا توا نقولو شو فيلان بريف. كنت لاحظ ذوما الزوز في فيلان وهذايا الباقي في فيلان. دونك انا بينجيت من فيلان ديس، حبيت نكسيدي على الفيلان خاطر الاخرى سويتش على الفاست زيرو تروا. دونك حبيت نكسيدي له امبوسيبل، يقول لي خاطركم ما كومش دون لو ميم فيلان. جيت لهنا القوة نتاع لي فيلان ايزوليت، هذايا وحده وهذايا وحده وهذايا وحده، كل واحد وحده. دونك هذايا كان يحب بيراتي هذا ويحب يتاكي ويحب يزرز ديز اتاك، امبوسيبل كان يمشي ينجم على خاطر هذا في فيلان وهذا في فيلان. اور هذا كان يبينجي على اللي بجنبه، يبينجي ولا ما يبينجيش؟ لوجيكمون يبينجي 10.0.2 يبينجي عليه. علاش؟ على خاطر لي سون دون لو ميم فيلان. ان شاء الله تكون ليدي نتاع لي فيلان وصلت. نكملوا الكونفيغ نتاع البارتي نتاع لي فيلان. دونك نتعداو للبارتي البارتي اللي من بعد. جوست باش نقول الحكايه معناها خاطر تخيل انت مثلا لهنا عندي شوف قداش معناها من تخيل يجيك يقول لك عندك مثال من التروا، من التروا للدوز، نحبهم التروا للدوز يتحطوا في الفيلان هاش اير مثلا. باش تبقى نبدا لهم بالواحد بالواحد انترفيس فاز 003 سويتش بورت مود اكس سويتش بورت اكس فيلان انترفيس 04 سويتش بورت مود اكس. نو سي با لوجيك. ثم اون اوتر ميثود اللي هي كونفيغ تي كله انترفيس رينج انترفيس. دونك انترفيس رينج فاست من الفاست 0/3 لل 0/4. شبيهم هذا ما نقول له 3 وال 4 مع بعضهم توا، هذوما الزوز مع بعضهم مش بالواحد بالواحد، هذوما مع بعضهم سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 20. هذا مجموعة الأشياء. نكملوا البارتي الأخرى. قلنا كونفيك تي بعد نتعدى للإنترفاس اللي هما الكات اللي هما الكاتر والكسانك وسيس، نحطها مع الفيلان 30. دونك نقول له كما العادة دونك كونفيغ تي بعد نقول انترفيس رينج انترفيس رينج فاست ايثرنت 0/5-6. دونك نقول له كيما العاده سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 30. نقول له شو فيلان بريف كيما العاده. دونك شوف بلان شوف بلان بلان فيلان بريف شقد لي قتلي عندك الفيلان ديس ماركتينغ فيه الانترفيس فاز 0102 ولها الاش اير في 0304 والانفو في 5 و6. دونك كيما العادة نعمل دوم الفي ار باش نسيب الكونفيغوراسيون سي بون تسيب باهي. توا هنا شنو نجم نعمل؟ نجم نجيب سويتش باش نحاولو نكبرو شوية في الاركتكتور نتاعنا. باهي نجيب انا تو سويتش على سويتش مثلا نجيب دي بي سي بي سي واحد اخر انوتر بي سي انوتر بي سي. دونك نحط لي 3 بي سي هذوما. دونك بي سي هذا بي سي هذا بي سي هذا بيه. هذا باش نحطو في فيلان، هذا في فيلان، هذا في فيلان كوميونيكي. دونك قبل ما نحط لي فيلان نربط
جوست لهنا كيما حكينا باش نخدمو حكاية الترانك. زي نربط و بيان سور نربط لي كابل هذوما الزوز سويتش سويتش كابل كروس. هذايا باش يكون الكولور نتاعو بيان سور أخضر، هذايا باش يكون الكولور نتاعو روز، إن شاء الله يجيولي كولور بالضبط، هذايا باش يكون الكولور نتاعو أزرق. دونك هذا الفيلان هذا مزوز اللي هما فيلان ماركتينغ وهذا فيلان ماركتينغ، هذا باش يكلم هذا وهذا مزوز باش يكلمو هذا وهذا مزوز باش يكلمو هذا. باهي كيما العادة ندخل على السويتش نتاعي تو شحال نخدمها بلو رابيدمون بلو رابيد بوسيبل. هذا سي بون دونك كونفيك تي نقبل الكونفيك تي شو فيلان بليف. دونك كيما العادة نفس الديمارش دونك نخلق توالي فيلان كونفيك تي دونك نقول له فيلان 10 نيم مارك دونك اكزيت فيلان 20 نيم او هاشير اكزيت و فيلان 30 و نيم انفو. توا كيما بعد سويتش انترفيس فاست انترنت 0 سور 0 0 سور 1 ديزولي. دونك سويتش بورت مود اكسس، على فكره نجم نخدموها بفاصون اخرى مش سويتش بورت مود اكس سويتش اكس. دونك نخدم سويتش بورت مود اكسس فيلان سويتش بورت مود سويتش بورت اكسس فيلان برامون سويتش بورت اكسس فيلان قلنا قديش 10 نجم نخدموها ديريكت ان هما دو ميثود سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان كذا و بيان سويتش بورت اكسس فيلان ديريكت. دونك اكسيد على فيلان 10 او اكزيت ندخل على الانترفاس الثاني فاست ايثرنت 0 سور 2 دونك نخدمو سويتش بورت اكسس فيلان 20 اكزيت و تنظر دوبل ميثود الاخرى. هاكا شفنا لي دو ميثود كيفاش نخلق بيهم لي فيلان تاعي 0 و 3 هذي ميثود كلاسيك سويتش بورت مود اكسس سويتش بورت اكسس فيلان 30 اكزيت اكزيت توا نقولو شو فيلان بريف ولا كوم دابيتود. هذايا هو دونك توا نجي لهنا نعطيه رينج 10 10.1.1 ماسك 255 255 0 ولهنا باش نعطي من رينج 12 0.0.10 باغ اكزومبل ماسك 255 255.0 سي بون. توا يقول قايل انا مهني واللوجيك موش نقول لك قلت موش بشي بينكي. علاش موش بشي بينكي؟ على خاطر ثم حاجة تري دي دي تري زمبورتون نحن نعمل نعيش اللوجيك موش بشي بينكي ولا حاجة تري زمبورتون مازلنا ما عملناش. نحن اش قلنا؟ قلنا الكابل اللي يربط بين سويتش والبي سي ستان كابل نسميوه اكس اكس هكا ولي ونحن ديجا حتى بدلنا المود هذا سويتش بورت مود اكس. مي قلنا الكابل اللي يربط بين كنت تذكروا بين لي دو سويتش وقلنا شنو الميسيون نتاعو سي كيريرز اول فيلان معناها يتعداو عليه بلوس كان فيلان. هنا باش يتعدى فيلان برك يعني فيلان برك يعني فيلان برك مي هوني باش يتعدى بلوس كان فيلان ده يتسمى ترانك ده كابل ترانك.
اور انا هذا بدلته تراك ولا ما بدلتوش، اللي هو قديش بورت هذا زيرو سيت، مش نربطه بالزيرو كاتر. الكابل هذا اسكو انا زيرو سيت هذا اسكو بدلته تراك ولا ما بدلتوش؟ بيان سور ما بدلتوش تراك، هذا قاعد يخدم مود اكس، وهذايا الاكس نحن قلنا يعدي كان سول فيلان ما يعديش بلوسكو فيلان، دونك لازم نجي لهنا لوجيكمون ونبدل المود بتاع الكابل هذا نردو تراك. فقلنا لهنا عندنا بليزيور مود، باغ اكزومبل خلينا نسعى نبدل تراك وبعد نحكيو في لي ديفيرونت مود بتاعه. دونك توا قاعد يتعدى بلي ديفيرونت ايتاب، فوالا توا نحل السويتش تاعي. دونك قلنا كونفيكتي انترفيس فاست ايرنت 0 سور 7 كل سويتش بورت مود، مود شنية مود ترانك، فوالا مود ترانك. فوالا كنت لاحظوا انا قلبته ترانك اوتوماتيكمون البور هذا ترانك، سيكو هذا اوتوماتيكمون ولا معاه ترانك، علاش؟ خاطر يخدم في مود اسمه دايناميك، دايناميك اوتو. اش معنى الدايناميك اوتو؟ يعمل حاجه فاز دو نيغوسياسيون، نيغوسياسيون شنو هي نيغوسياسيون؟ حكيت عليها انا. دونك هذا يجي يشوف شنو هي ترانك، هاي نقلب كيفك، هذا ياخذوها ديما ديفيرونس، كيف نحن العرب كيف ما لي زوروبيان ولا زامريكا هما يعملوا حاجه نحن نتبعوه اوتوماتيكمون، ما تسالش ما تخممش ما تكسرش راسك. هذا يا ولا ترانك، هذا يولي ترانك، هذا يا ولا اي مود اخر، هذا اوتوماتيكمون ينيغوسي معاه. دونك هذا سميوها ترانك دايناميك اوتو. دونك توا كي بينجي اسكو يبينجي ولا ما يبينجيش، هاو نفس كوموند على الديس، فوالا هاكا توا كيما تراو بينج خدمة امورها مريقلة، كل شيء يمشي على روحه لاباس عليه. ترا هاي تخليني بينجي على الفيلان الاخر اوتوماتيكو، موش باش يبينجي 11.0.0.1 ما يبينجيش، الخاطر هذا في فيلان وهذا في فيلان، كل واحد فيهم في بلاد، دونك امبوسيبل كيمشي يراو بعضهم، امبوسيبل كيمشي يبينجيو على بعضهم، الا في حالة واحدة اللي انا نجيب سويتش نيفو 3 من هنا، انا كمان مش بين، الا اللي انا نجيب لهنا سويتش نيفو 3 وخليه يروت بيناتهم، او بيان نجيب بروتور باش نعملو حاجة الراوتينغ بين فيلانز، هذا ان شاء الله بارتي جاية نعملوها، خاطر بون فيديو سوباري طويل على الاخر. دونك نجيبو لهنا روتور، نجيبو لهنا روتور، والروتور هذايا ناخذ منه الانترفاس مثلا نربطها بالسويتش هذا ونقسمه لديسبوز انترفيس سب انترفيس، دونك ونعمل لون كابسوليشن دوت 1 كيو، ولهنا نعدي لهم الجيت واي نتاعهم اللي هو كل واحد فاز من الروتور. انا عباره هنا جبت الروتور فيزيك قسمتها لديز انترفاس لوجيك، ديز انترفاس فيزيك قسمتها لديز انترفاس لوجيك، وعلى كل انترفاس تحط جيت واي نربط بيناتهم، هذا يتسمى الروتور اون ستيك، الروتور على كان فسروها بالعربي على عصا، معناها كيما نقولوا هذايا الاونكا او هذايا الكونيكسيون تاعها، دونك ما فماش حتى ما نجموش يكومونيكيو مع بعض، خاطر كي يبدا الروتور هذايا موجود هكا. دونك عندي انا فيلان، الفيلان يخرج من هنا يخرج على الروتور، والروتور يروتو للفيلان هذا ولا للفيلان هذا ولا اللي هذا، ان شاء الله نشوفوه المره الجايه. دونك البارتي هذي شفنا فيها لي كومبوزون لي زيكيبمون ريزو، شفنا فيها الهوب، شفنا فيها السويتش، شفنا فيها الكام تيبل تاع السويتش كيفاش تتكون، الفاز دو ليرنينغ كيفاش تصير، شفنا فيها معناها ان فيلان، شفنا فيها لامبورتونس تاع لي فيلان، شفنا فيها كيفاش السويتش نقصو السويتش كل بور فيه متكون من كوليجن دومين وهو بكله على بعضه برودكاست دومين، شفنا كيفاش باش نعمل بريكس اب البرودكاست دومين، لازم نشري الروتور وكل انترفاس في الروتور، نحب نعمل دو برودكاست دومين نشري دو انترفاس، ترو برودكاست دومين نشري ترو انترفاس، الحكايه كانت غاليه برشا برشا برشا، نخسروا فيها برشا فلوس. دونك انا بريفيو نعملوا لي فيلان، لي فيلان هذوما يقسموا لي سويتش الكبير لدي سويتش صغار، فيما دي مود يخدم فيهم الفيلان، فيما الاكس فيما ترانك، ترانك كيف باش نربط دو سويتش اونترو، والاكس كيف باش نربط بي سي بسويتش. دونك قلنا ندخلوا ديما نعملوا لي فيلان، بعد ما نعمل لي فيلان نعمل سويتش بورت مود اكس، سويتش بورت اكس فيلان كذا كذا، او بيان الميثود ثانيه سويتش بورت اكسس فيلان ديريكت، بعد نجي للبور ونحطوا نيغوسي مع الاخر نعملو مود ترانك. قلنا فما دي مود، فما في الترانك دايناميك اوتو، فما نيغوسييت، وفما بيان سور المود اكسس.
البارتي بتاع لي فيلان حبست لهنا، ما نجمش نزيد نقدمه اكثر اكثر في لي فيلان. حكينا زاد شويه زاد على الانكابسوليشن دوت وان كو، قلنا اللي هو مود من ايتر وازو، حكينا على الاي سي ال، قلنا اللي هو معناها يصير الانكابسولاسيون على 30 بايت و26 بايت للتريلرز 4 بايت للهيدرز اللي هم البريوريتيز. دونك قلنا اللي الانكابسوليشن دوت وان كو تبع ايتر وازو يمشي على نابورت كان سويتش تيليكوم هواوي سيسكو، بار كونتر الاي سي ال يمشي كان على سيسكو هكاهو. دونك ان شاء الله تكون البارتي بتاع اليوم واضحه. دونك يعطيكم الصحه، السلام عليكم.